لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة، كما قال البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني عندما زار لبنان وفي إرشاده الرسولي. أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الإسلامي المسيحي حول بشارة السيدة مريم العذراء برعاية برنامج أنيس المقدسي للآداب ومديره الدكتور نادر البزري ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ومديره الدكتور طارق متري في الجامعة الأمريكية في بيروت بالتعاون مع اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم، بمشاركة الأستاذ ناجي الكوري، الشيخ محمد مقري، الشيخ زهير قوسان والزميل والصديق الدكتور لارل أرمسترونغ. الأستاذ ناجي الكوري مجاز في الحقوق، يشغل منصب مدير العلاقات الدولية في مدرسة سيدة الجمهور، وهو أمين عام رابطة خريجيها، وأيضا رئيس الاتحاد اللبناني للرابطات قدامى المدارس الكاثوليكية في لبنان، وعضو الهيئات التنفيذية في المنظمات العالمية لخريجي وخريجات التعليم الكاثوليكي. ألف كتابا بالفرنسية عن مجتمعنا اللبناني ونشر مقالات وخطابات ومحاضرات عديدة. قام بتنظيم تجمعات واحتفالات كبيرة ذات طابع وطني، أهمها احتفالات عيد البشارة التي أدت إلى العيد الوطني المسيحي الإسلامي الواقع فيه 25 آذار. ولقاء هذا الإنجاز حاز عام 2010 في كراكوفيا على الجائزة العالمية للأمين العام المساعد للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو لحوار الثقافات. هو الآن المؤسس والأمين العام للقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم، وفي العام 2005 قلده قداسة بابا وسام القديس غريغوريوس الكبير برتبة فارس، شغل أيضا منصب مستشار وزير الثقافة. فضيلة الشيخ محمد نقري القاضي الشرعي وأستاذ في كلية الحقوق وكلية العلوم الدينية بالجامعة اليسوعية، رئيس المنطقة الإسلامي المسيحي لرجال الأعمال والأمين العام للقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم، وأيضا عضو اللجنة الاستشارية للأخلاقيات علوم الحياة والصحة في رئاسة مجلس الوزراء، مدير عام دار الفتوى سابقا، حائز على جائزة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو لعام 2010. فضيلة الشيخ زهير قوسان درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة في بيروت والدراسة الشرعية في حوزة الإمام الخميني وحوزة المرتضى في دمشق. أستاذ في المعهد الشرعي الإسلامي الحوزة العلمية التابعة لمؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، وناشط في العمل الإسلامي والندوات الحوارية. نبدأ هذا اللقاء بكلمة الأستاذ ناجي الكوري، فليتفضل. شكرا أستاذ مريم. معالي الوزير، أصدقائي الشيخ محمد الشيخ زهير، أيها الأصدقاء، أطلق قداسة البابا يوحنا بولس الثاني الذي حمل وطننا في قلبه وفكره إلى كل أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في العام 89 هذه الجملة الشهيرة: لبنان أكثر من بلد، إنه رسالة حرية ومثال للتعددية للشرق كما للغرب. جملة أصبحت شعارنا الوطني. يوحنا بولس الثاني يا له من إنسان، إنه القيادي الوحيد لهذا العالم الحزين الذي تحركه المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، الذي فهم المعنى العميق لوجودنا وترجمه وعبر عنه بكلمة واحدة. أصبحت سمة وطننا الصغير وجرفت في طريقها نعود السرمة، سويسرا الشرق، بلد العسل والبخور، بلد الأرز، بلد مفترق الطرق، والكثير من النعوت الأخرى المتعلقة بشكله الخارجي.
كم كنا سطحيين إلى الآن، فللتعريف ببلدنا كنا نستلهم فقط مناخه وماءه وشواطئه وبعض الكيلومترات التي تفصله عن الثلج، وشعبه المضياف الخلاق الديناميكي واللامبالي، حبه للحياة وسهراته وأطباقه الطيبة وموسيقاه إلى آخره. كل هذا مجد باطل، جميل لكنه فان. لبنان الرسالة، لقد أدخلنا يوحنا بولس الثاني بكلمة واحدة في مشروع وحدد لنا رسالة وأصاب جوهر وجودنا بالذات. لا ننسى أن منطقتنا هي بوتقة الديانات السماوية الثلاث، كم يحلو لي غالبا أن أكرر ذلك. إن كان الأوروبي مسيحيا فذاك لأننا كنا مسيحيين قبل، إن كان المسلم اليوم مسلما في أعماق أندونيسيا فلأننا كنا مسلمين قبل، إن كان اليهودي اليوم يهوديا في الولايات المتحدة فذلك لأننا كنا يهودا قبل. إن توصلنا أيها الأصدقاء إلى أن نعيش بسلام في هذه المنطقة بالذات، مهد الديانات الموحدة الثلاث، فسيعم السلام أجزاء العالم بكامله. هل تظنون أن تعايش 18 طائفة وبركة بانسجام على الرغم من كل الصعوبات والحوادث الجارية على هذه البقعة الصغيرة من الأرض وليد الصدفة؟ هل تظنون أن وجود هذه الحفنة من المسيحيين في هذا المحيط العربي الإسلامي خطر فادح؟ هل تظنون أن المآذن التي تعانق الأجراس ليست سوى إكمال لمشهد لا معنى له؟ أيها الأصدقاء، إن أردنا الحفاظ على وطننا ولأمد طويل، علينا أن نجد له مبرر وجود، وهذا المبرر أوجده لنا يوحنا بولس الثاني. ما الذي علينا فعله إذا؟ علينا أولاً التوقف عن التباكي، علينا ثانياً التوقف عن جلد الذات، وأخيراً علينا أن نعي مسؤوليتنا الفردية. كل منا يمكنه أن يكون عنصر تغيير، لا يمكننا أن نبني دولة بتحويل المسؤولية على الآخر أو على الدولة، الحق الدولي، أو بالقول إنه لا يمكننا أن نفعل شيئاً. انطلاقا من هذا الواقع علينا أن ننشط عملنا وأن نكون أكثر عدوانية ونكسر الرتابة الروتين ونستعيد المبادرة. على المسلمين والمسيحيين في لبنان أن يكونوا أكثر جرأة من غيرهم وأكثر التزاما وأوسع خيالا وأكثر إبداعا. عليهم أن يفتشوا عن الأفكار والمبادرات والنصوص التي تجمع وليست تلك التي تفرق في كثير، وحتماً سيجدون. هذا ما بدأنا به في مغامرتنا في 25 أدار إسمع. كان المشهد الذي يحيط بنا منذ 16 عاماً كالتالي: لجنة وطنية للحوار الإسلامي المسيحي تضم ممثلين عن طوائف الوطن الأساسية السبع، مؤلفة من شخصيات جد قيمة، ولكنها للأسف لم تكن لديها الوسائل اللازمة لتحقيق إنجازات على الأرض. ثانياً، عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني متطوعة على الأرض، وبعض ناشطر هلأ وبتسمعوا فيها فرح العطاء، لنلتقي أديان إتسيتيرا. ثالثاً، مؤسسات للدراسات الإسلامية المسيحية في جامعة القديس يوسف وبعض مراكز التنشئة الأخرى التي تتوجه في عملها إلى حفنة من الناشطين. الشيخ محمد بيعلم بجامعة القديس يوسف بهالمنبر. وأخيراً، أفراد أصفهم بالحواريين يشاركون في مختلف اللقاءات والمحاضرات والتظاهرات انفتاح أخرى بين الطوائف، يقولون ويسمعون الكلام ذاته ويقومون بالحركات عينها كل مرة تحت عنوان مختلف، ولكن تأثيرهم على المجتمع شبه معدوم. لقد كنا محمد بقري وأنا
قد انخرطنا في هذه المجموعة المغلقة من الحواريين، ولم نكن نتغيب عن تلك الاجتماعات إلا نادرا، إلى أن بدأت السيدة العذراء عملها في كل منها. على مر حوالي 7 سنوات منذ ما يقارب 16 عاما، يوم تعرفت بصديق الدكتور محمد بقري كان يراودني حلم. هذا الحلم الذي أسميه اليوم مناما صور. كنت أرى على ملعب فسيح في مدرسة سيدة الجمهور مدرستنا خيمة ضخمة دائرية مثل شابيتو دو سيبر، وفي داخلها مدرج عليه رجال دين ذكورا وإناثا من كل الطوائف المسيحية والإسلامية، وأظن أنني شاهدت يهوديا في تلك المجموعة بلباس فاحم يصلون معا وينظرون كل نظرات شاخصة إلى فتحة في وسط الخيمة على السماء، وكنت لابسا أنا جينز وتيشيرت بين هذه المجموعة أتمتم الصلوات معهم. هنا ينتهي الحلم، يعني كانوا بخيمة مدرجين كلهم عم يصلوا واقفين كلهم، كل واحد عم يصلي على طريقته وعم يطلعوا على هالفتحة بنص الخيمة، وكأنه طالعين هالصلوات كلها مثل بإمع واحد عند ربنا، كل واحد عم يصلي على طريقته باحترام الآخر، وكل هالصلوات عم تطلع من فرد فتحة لعند ربنا. هنا ينتهي الحلم، ولكنه كان يعاودني كل 3 أو 4 أشهر، دام هذا ما يقارب 7 سنوات، وذلك يعني أن مريم كانت تحثني على التحرك على عمل شيء ما، ولقد ولد هذا في قناعة مزدوجة لا بل هاجس، وهو أن المسيحيين يمكنهم أن يصلوا معا بعد حيث تلا أن مشاكل بين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت وكذا، وأن مسيحيين ومسلمين يمكنهم فعل ذلك أيضا. في هذه المرحلة بالذات شوفوا الصدف، يتقدس اسم مريم. كانت تتولد لدى صديق الدكتور مطري قناعة، وهي أن مريم العذراء القديسة وحدها يمكنها أن تجمع. هل تعلمون أن مريم هي المرأة الوحيدة التي ولد اسمها في القرآن الكريم؟ هل تعلمون أن آمنة أم النبي محمد أو فاطمة ابنته لا يأتي القرآن على ذكرهما، بينما ولد اسم مريم أكثر من 37 مرة؟ هل تعلمون أن أماكن الحج المسيحية المخصصة لمريم يؤمها المسلمون بجانب المسيحيين؟ هل تعلمون أن سورة مريم وسورة آل عمران هما من أهم الصور في القرآن الكريم وأكثر الصور تردداً على أفواه المسلمين؟ هل تعلمون أنه قد كتب على الحجر الأساسي لكل محراب في جميع مساجد العالم كلما دخل عليها زكريا المحراب إشارة إلى سيدتنا مريم عليها السلام؟ وهكذا نتيجة هاجسي جعل المسيحيين والمسلمين يصلون معا وقناعة شريكي أبصر النور مشروعنا معا حول سيدتنا مريم. مرة نحن ظاهرين من لقاء الحواريين قد ما ضيقت وحسيت بكلستروفوبيا، إنه عم نردد ذات الأشياء وكأنه عم يحكوا هيك بحلقة مفرغة. طالعين سوا ضربته ضربة على كتفه للشيخ محمد، قلت له شيخ محمد طيب ما بنقدر نصلي سوا؟ وبيجاوبني ما في إلا مريم بتقدر تجمع. قلت له مريم، أنا بعرف إنه عند المسلمين بالحديث هالفترة إنه في سورة مريم وعندها احترام عند المسلمين، بس مش عارف هالقد. قال لي يا ناجي أكثر ما بتتصور. قلت له شوف، أنا صار لي فترة بدي أعمل لقاء إسلامي مسيحي، تقدر تساعدنا ننظم هاللقاء ولو منك عصيان لجمهور؟ قال لي أكيد. سألت الشباب وقت وصلت على اللجنة، سألتهم قلت لهم بدي أعمل لقاء إسلامي مسيحي، مين منكم بيمشي معي بالمشروع؟ ما في إيد ضليت واطي. اللعنة عزمنا الشيخ محمد على الاجتماعات تبعنا، عزمنا الدكتور إبراهيم شمس الدين على الاجتماع تبعنا على أساس
انه هو بيقول لنا ستوب، انه عندي شيء على هون ما بتنعمل. وطلبنا من الاب فاضل سيداروس اللي هو من كان الاب الاقليمي للاباء اليسوعيين انه يلاقينا يقول لنا هو انه عند المسيحيين لا هون ما بتقدروا تتجاوزوا الحد، لانه كنا لدرجه محمسين انه كنا معقول نهلوس. فبلشنا نشتغل بتموز 2006 لتحضير لقاء. ومنذ اللقاء الأول في 25 أذار 2007 اختفى الحلم، لا أقولكم، لأنه تحقق الحلم اللي ضل 7 سنين مثل ليت موتيف عم بيجي كل 3-4 شهور. وفي أقل من 4 سنوات قررت الحكومة اللبنانية إعلان يوم 25 أذار عيد البشارة عيداً إسلامياً مسيحياً وطنياً معطلاً، وذلك استجابة لطلبنا. وبدي أذكر أني كنت هلأ بذكره فيه لدكتور طارق متري، كان هو بهالفترة وزير عليه. 18 شباط 2010 هالتاريخ ما بنسيب حياتي. كنت قاعد عند شب صاحبي عم بحضر تلفزيون، بيبلش يجيني اتصالات من 7:30، اتصالات جنون فرح، ناجي ناجي اعلنوا العيد وطني، انه نحن كنا طالبين هالشيء وعملوه وطني. صرت بلش تلفن لكل اصدقائي الوزراء والنواب من زياد بارود لابراهيم شمس الدين لدخيلكم خبروا لي شو عم يصير. المهم نطرت الساعة 8 شوف دكتور متري طالع من مجلس الوزراء مصورينه، عبيع أول شغلة أعلنها إنه مجلس الوزراء أقر 25 أذار عيد وطني إسلامي مسيحي معطل. ما بخفي عليكم إنه فقعت من البكي، لأنه هالشي اللي كنا عم نشتغل فيه من زمان بلش يتحقق. العيد الأول المشترك في التاريخ، عيد أول عيد بالتاريخ، هنيئا لك يا مريم. ليس هدفنا فيها من هذا المسار أن ينصهر أحدنا في الآخر، أني جاي بشد المسلم لعندي أنا المسيحي، ولا جاي المسلم يشدني لعنده هو المسلم، ولكن أن يصلي واحدنا بجانب الآخر وينظر إليه محترما إياه ومحبا له. المحبة والاحترام بيقدروا يعملوا عجيب. فبقدر ما يكون المسيحي مسيحيا حقيقيا والمسلم كذلك، مش مثل اللي عم نشوفه هلا، بقدر ذلك يمكننا أن نصلي معا ونحترم بعضنا بعضا. حربنا اليوم ليست بين المسيحية والإسلام، بل بين رجال ذوي إرادة صالحة ومتطرفين متعصبين في الأرض. إن عيدنا هذا يعلو كل الاختلافات، إنه روحي أولا، يذكرنا بأننا كلنا نساء ورجالا أبناء الله وأبناء مريم. معا حول سيدتنا مريم يشكل اليوم مشروعا وطنيا، فلنعمل بكل قوانا ليتخطى الحدود ويبلغ مستوى عالميا. وعم نشتغل اليوم تنحوله يوم عالمي لحوار الأديان والثقافات. ردات الفعل حتى الآن في الداخل كما في الخارج كلها تبشر بالخير. لم يبقى أحد غير مبال لهذا المشروع، فالصحافة المحلية وقسم من الصحافة العالمية ظهر المشروع برات لبنان، هلأ بفرنسا عم يحتفلوا، بمالطا، بسيدني، ببولونيا، بإيطاليا، ببلجيكا، للأسف مع كل اللي عم يصير ببلجيكا، وبمدينة الناصرة. أعلن رئيس بلدية الناصرة يوم 25 أذار يوم مدينة الناصرة معطل. فها أن إن المسلم اليوم يعي أكثر فأكثر أهمية مريم في طائفته، لقد دخلت في عاداته وفي صميم تقاليده، وكذلك المسيحي. فمنذ متى كان يعيد بهذه البهجة عيد البشارة؟ مني وجد أيمت كنا نعيد عيد البشارة بهذه الطريقة.
مريم كانت في نصوص فقط، فها هي الآن في نفوس. ولقد أوحت هذه الثقافة بأعمال موسيقية وفنية وأدبية، وأسالت الكثير من الحبر العديد من المقالات والكتب حول هذا الموضوع. ألا فلنتابع البحث في تقاليدنا عما يجمعنا لنبتدع عادات جديدة مستلهماً الواحد الآخر. السنة رح نطلق بآخر احتفالنا اللي رح يصير بالجمهور بأربعة نيسان، رح نطلق مباراة لاختراع حلوة عيد البشارة. حلوة عيد البشارة، كيف في مغلي، كيف في مغلي، كيف في كليج برمضان، رح نطلب من اللبنانيين، من الجمعيات بلبنان انه تخترع، يدبروا حالهم يخترعوا حلوة عيد البشارة تتصير من عاداتنا وتقاليدنا، ونعمل بها النهار اللي هو نهار وطني حلوة البشارة. بهيك قصص صغيرة بتبنى الأوطان وبتبنى عادات والتراث والمحبة بين الناس. ما عايزين كلام كبير، عايزين خبريات صغيرة بيناتنا. وختاما أريد على مسامعكم ما قال حكيم من بلادنا، وهو الشيخ أبو علي سليمان أبو دياب، الذي يعتبر أحد أهم الآباء الروحيين لطائفة الموحدين الدروس. اسمعوا، خلال زيارتي له في عيد القديس مرمرون منذ بضع سنوات، استحضر حضارة المحبة هذه وسألني: إن كنت تحب شخصا فهل يتعبك هذا؟ أجبت: بالطبع لا. طب وشخصين؟ بالتأكيد لا. ومئة؟ أيضا لا. وألفا؟ أيضا لا. وعشرة آلاف؟ إلى أين تريد أن تصل سماحة الشيخ؟ أجبته. والتمع في عينيه نور حقيقي وأجابني سائلا: ماذا يفعل فيك الحقد على شخص واحد؟ أيها الأصدقاء، المحبة تحرر، تفتح وتشع، الحقد يخنق، يقدم ويسجن. هل من الصعب حقا أن يختار الإنسان؟ شكرا. شكرا. كلمة الشيخ محمد مطري فليتفضل. شكرا. قبل الدخول في الموضوع مباشرة، أحب أن أطرح عليكم سؤالا: هل تعتقدون بأن مريم هي معنا؟ هل تعتقدون بأن مريم تعمل معنا؟ هل تعتقدون بأن مريم تشتغل فينا؟ أقولها بكل صراحة: نعم. كما ذكر أخي وشريكي ناجي، مريم تعمل وتشتغل، تشتغل بالمحبين حتى يقوموا بمبادرات مثل المبادرة التي قمنا بها. تشتغل بنا بالمحبة، هذه المحبة وجدتها في جميع الدول التي زرتها وألقيت فيها محاضرات. أخيرا كنت في إيطاليا، وبدعوة من حكومة أو من بلدية جنوة، وألقيت محاضرة عن مريم. هل تعلمون الساعة التي ألقيت فيها المحاضرة؟ 50 تلفزيون كان ينقلهم مباشرة عن مريم. كانت الساعة الرابعة صباحا، كان الحضور في الكاتدرائية حضور كامل، حتى كان لا يوجد أماكن للجلوس، كانوا الناس في الخارج. الساعة الرابعة صباحا، لماذا أتوا؟ ليستمعوا إلى مريم في القرآن، ومريم في الإسلام، ومريم في المسيحية. ما هذا الحب الذي اشتغلت به مريم في قلوب هؤلاء الناس؟ ثم سوف تعلمون كيف تشتغل بنا مريم. ذكر أخي ناجي كيف اشتغلت به مريم. لو ذكرت لكم القصص الكثيرة التي اشتغلت فيها مريم معي، لحتى قلتم واشتغلتم أنتم على أن مريم تشتغل أيضا معكم في المحبة وفي إرساء قواعد المحبة. تزوجت أنا سنة 86 من فرنسية، كان عديري
طبيبا فرنسيا يكره مريم، وكان كلما ينظر إلى تمثال مريم الذي عادة نضعه فوق الشيمينية خاصة عند العائلات المسيحية أو الأجنبية، كان يأخذ تمثال مريم ويضعها في غرفة الخلاء. كنت أدافع عن مريم وأخذها وأضعها في المكان اللائق، وعندما كسرت تمثال حضرت تمثالا من نحاس لمريم حتى لا يستطيع كسره. منذ هذا الوقت ومريم تشتغل فينا، تشتغل، وقد صرحت عدة مرات في فرنسا وصرحت عدة مرات في لبنان بأنه لا يوجد أي مانع عقائدي يمنعنا كمسلمين ومسيحيين أن نحتفل بعيد مريمي. وهكذا صار مثل ما ذكر أخي ناجي، ومريم استطاعت أن تجمعنا. هناك قصة أخرى سوف أتحدث معكم بها عن مريم عندما تعمل، كيف تعمل، وخاصة عندما كنت ألقي هذه الكلمة في إيطاليا الساعة الرابعة صباحا. ولكن قبل ذلك أريد أن أذكر مريم من أين جاءت هذه الكلمة. مثل ما بتعرف الكلمة هي من الشرق، أجد من الشرق من عنا. هناك ثلاث آراء مختلف فيها حول أصل كلمة مريم. في العبرية مريم بمعنى السيدة أو المحبوبة أو بحر الآلام والأحزان أو المرارة، بالفرنسي نقول أميرتوم. المعنى الثاني من مريم في اللغة المصرية القديمة، وهي مشتقة من كلمتين ميري وتعني محبوبة، ويام للإشارة إلى الاسم الإلهي العبري يهوى. فيكون معنى مريم المحبوبة لدى الله. الرأي الثالث الذي أميل إليه لأنه كلمة مريم هي مؤنث الكلمة الآرامية التي نستخدمها نحن، مار، مار الياس. عندنا في لبنان كثير الكلمة مستخدمة، وتعني سيد، ويم تعني أيضا في اللغة العربية اليم البحر، فتكون مريم هي سيدة البحار. هلا كيف اشتغلت معي مريم عندما ذكرت هذا الاسم المشتق من سيدة البحار وكنت ألقي الكلمة في إيطاليا؟ قلت لهم كم عدد المسلمين في العالم، كم عدد المسيحيين في العالم، اجمعوا عدد المسلمين والمسيحيين، الأحصائيات تقول بأنه سوف يكون حوالي 75 أو 74 أو 73% من عدد سكان العالم. طيب عدد المياه على الكرة الأرضية كم تشكل؟ مين بيعرف؟ بالنسبة للأرض اليابسة. فإذا كما هي مريم سيدة البحار، المسلمين والمسيحيين الذين يعتقدون بها على الأرض اليابسة هي بنفس النسبة. هكذا تعمل مريم. تعمل مريم في إشارات ترسلها لنا، نحن نتقبلها ونؤمن بها ونضحك، لأنها إشارات فعلا إشارات روحية رائعة جدا. أعود لكلمة مريم مثل ما قال أستاذ ناجي، أنه مريم لم يذكر القرآن الكريم اسم امرأة قط إلا اسم مريم، لا أم النبي ولا بنت النبي ولا زوجة النبي، ما في حدا مطلقا. إذا بتدور بالقرآن كله لا يوجد اسم أنثوي في القرآن الكريم إلا مريم. طيب شو هالعظمة؟ لا يوجد سورة في القرآن الكريم إلا تحمل اسم أنثوي إلا مريم، سورة مريم. فسمى هذا التعظيم لستنا مريم. أيضا مريم هي سيدة نساء العالمين على الإطلاق، العالمين، مش هقول أنا على الأرض، لا، العالمين، لأنها في الآخرة هي سيدة نساء الجنة، وهيك الرسول يتكلم عنها. فإذا مريم
ذكرها القرآن الكريم بالاسم، وذكرها القرآن بالإشارة في بعض الآيات، مثل الآية تقول والتي أحصنت فرجها. فإذا هون إشارة إلى مريم، أو وأمه صديقة، سماها الصديقة عن مريم. فإذا تحمل مريم إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وقد أعطاها الإسلام اهتمام كثير جدا. حنلاقي إنه كمان في بعض الأشياء اللي بعض إخواننا المسيحيين هيقولونا، طيب ليش مريم ابنة عمران؟ ليش صرت عمران؟ ليش نحكي نحن دائما مريم أخت موسى، أخت هارون؟ مش هيك القرآن الكريم بيقول يا أخت هارون عن مريم؟ هل هناك خطأ في التسمية القرآنية لأنه جعلها اسم أخت مريم أخت موسى؟ طيب الدلالة على هذا الشيء، تعرفوا أنه هارون أخو لموسى، من هو النبي؟ هارون أو موسى؟ موسى. طيب لماذا لم يذكر القرآن ويقول يا أخت موسى وذكر هارون؟ فإذا المعني هون مش هي أخت موسى وهارون، هو معنى آخر في اللغات السامية. نحن نعرف في اللغات الشرقية كلها هناك نوع من التمجيد في هذا الخصوص، وهي استعمالات نلاقيها حتى بالإنجيل. أنتوا تعرفوا بالإنجيل لما بيذكر أنه يسوع تبعه عميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. طب هل المسيح ابن داود؟ لا، مش ابن داود. فإذا لماذا القرآن الكريم ذكر بأنه هي أخت هارون؟ فإذا القرآن لا يقصد أخت هارون هي أخت موسى، ولكن يذكر هارون بالنسبة للمسلمين، وهي من أصل هارون للتشريف والتقدير. طب دلالة أخرى على ذلك، النبي يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هل النبي هو ابن عبد المطلب؟ لا، ابن عبد الله، أبوه اسمه عبد الله. فإذا ما نقول للتشريف كمان. شيء آخر يروى بأنه الإمام الحسين رضي الله عنه الشهيد سيد شباب أهل الجنة، كان في لسانه لدغة، كان في لسانه لدغة، فقال الرسول الأكرم ورثها من عمه موسى، لأن موسى كمان كان عنده هذه اللدغة. طب هل عمه للإمام الحسين هو موسى؟ لا. إذا هون لما يذكر إنه يا أخت هارون هو للتشريف وليس أخت موسى، هاي أول شيء. بعدين في يعني أنا عم بذكركم هالأشياء لأن حتسمعوها، سمعت كثير إنه بيقولونا ليه بتقولوا أنتوا عيسى؟ مين هو عيسى؟ نحن نعرف إنه المسيح، بس أنتوا بتقولوا عيسى. طب لما مش نحن على كلمة يا يسوع أو جيزو أو يسوس أو كل هذه الأسامي اللي كانت تطلق على المسيح قديما، في مقابلها في اللغة الآرامية المشرقية شو كانوا بيقولوا؟ عيشوا. اللغة الآرامية القديمة عيشوا. وبتعرفوا اللغة العربية يوجد قلب السين شين والشين سين، لذلك بنشوف نحن في كثير باللهجات بيقولوا مستشفى، مستشفى، شمش. ما بعرف إذا سامعين هاللغات في السودان مثلا موجودة في بعض الدول. فإذا قلب الأحرف موجود في اللغة العربية، إذا كانت عيسو صارت عيسو وبعدها صارت عيسى. فإذا لما نقول عيسى هو معناتها يسوع بالكلمة كما هي يسوع، ولكن في اللغة العربية الاسم يسوع أصبح عربي، أعطي بعدا عربيا وصار عيسى. فإذا عندما نقول عيسى ابن مريم أو عيسى المسيح هو نفسه يسوع. بعدين حشوف يعني أنا بتمنى على
المسلمين كمان اللي بالقاعة أو خارج القاعة إنه المسيح ذكر عدة مرات في القرآن الكريم. ما نستغني عن كلمة المسيح دائما. لا نحن بأحاديث المسلمين عيسى، طب لا قول المسيح كمان ما فيها شيء، لأن كلمة المسيح وارد في القرآن الكريم. عشان هل نقرب بين بعضنا مع بعض منقول المسيح، بدكم تقولوا المسيح عيسى بن مريم معليش، بس قولوا المسيح أيضا. شيء آخر، لأنه بدي أخذ الحديث للموضوع مريم، موضوع كبير جدا جدا، يمكن من ضمن الأشياء اللي بخبركم فيها ناجي، إنه حتى في الجامعة اليسوعية قرروا هذه السنة إنه يفتحوا دراسات كورس خاص بمريم والبشارة. هلا هتقولون ليش البشارة؟ في الإنجيل هل كلمة وردت كلمة البشارة؟ أنتوا بتقولوني في القرآن الكريم وردت كلمة البشارة بالنص وبالحرف البشارة، بشارة إن الله يبشرك. فإذا البشارة موجودة في النص القرآني، فإذا قصة البشارة المذكورة في القرآن الكريم والمذكورة في الإنجيل، إنجيل لوقا، متطابقة. أقرأ النصين موجودين هون. تحني نومي النص سورة العمران ونص لوقا بتقارنون على بعضهم، وهيدي الأيقونة عملناها بال 2009 وهلا بتبرم العالم، هي الأيقونة أيقونة البشارة الإسلامية المسيحية، وبتلاقوا النصين يتطابقان. الشيء الثاني عشان أطول بالكلام حقولكم، بالنسبة للقرآن الكريم لما بيذكر عن مريم بيقول وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. في عنا هون اصطفائين مرتين ردد القرآن الكريم، والتطهير إنه هي طاهرة. أما الاصطفاء الأول في له عدة احتمالات، ممكن يكون مصطفاها لخدمته، انتم بتعرفوا انه المرأة لا تخدم الهيكل عادة، الذي يخدم في الهيكل والذي يكرس في الهيكل هو الرجل وليس المرأة. مريم هي الوحيدة التي كرست في خدمة الهيكل. بعدين شيء يمكن بتعرفوا، المرأة الوحيدة التي تكلم معها الملك جبريل، من هي مريم؟ لم يتكلم الملك جبريل مع أحد من النساء إلا مريم. ممكن إنه مريم كمان اصطفائها مريم إنه كانت، هذا باعتقاد المسلمين، إنه كان الطعام يأتيها مباشرة من الجنة إلى معبدها، إلى الحجر التي كانت تعبد فيها، والقرآن واضح فيها، حتى يقول المفسرون إنه كانت تأتيها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، تكريما لمريم. لما كان يدخل عليها زكريا يقول له من هيدا؟ من يجي لها الطعام؟ ما هي تعرفوا بالمعبد وبالهيكل ما في حدا يفوت أكل، فكانت تقول له هو من عند الله. لذلك كلما دخل زكريا عليها المحراب، هاي مثل ما قال ناجي موجودة بكل، تفوت على المسجد تتجه لمحل القبلة حتلاقوها بالمحراب، محل بيوقف الإمام، هتلاقوا هذه الآية التي تتكلم عن مريم. وبعدين من جاي كلمة المحراب؟ مين بيعرف؟ المحراب جاي من الحرب، هو المكان الذي يحارب فيه الشيطان. المحراب هو كان في المسيحية أو في الإسلام، هو هذا المكان المقدس الذي يحارب فيه الشيطان بالعبادة والتقرب. طيب الثاني التطهير، مثل ما بتعرفوا إنه الله طهرها من المعصية أو من العلاقة الجنسية مع الرجال، أو في رأيه وطهرها من الحيض فكانت لا تحيض، يعني ما في عندها بيريود، أو طهرها من أفعال الذميمة، أو وهون هتشوفوا مفارقة أخرى. هاي أنا من ضمن الأشياء اللي كنت عم فكر فيها إنه نحتفل أيضاً ب الإماكيلية كونسيبسيون اللي هي نسميها الحبل بلا دنس، اللي هي 8 كانون الأول. هاي الكنيسة الكاثوليكية إمتى حطتها؟
دي مين كانوا الاول 1854 لما الاسلام انت بحكي عنها حكي عنها من 1436 او 37 سنه. تصوروا قديش انه القران ذكر الاسم انه هي طاهره مطهره ولا دنس عليها. فاذا التطهير ممكن يكون جاي من هذه الايه. بعدين الاصطفاء طلعوا هن المسيحيه. بالنسبه للاصطفاء المره الثانيه ان الله وهب لها ابنا دون ادنى علاقه مع اي بشر. مش هيك؟ هون بشاره اجت هون لما خافت مريم وقالت انه خافت منه من الملك ورجعت طمنها. او وهي عقيده عند المسلمين انه المسيح نطق عندما يعني اراد اليهود النيل منها ومن شرفها نطق وطهر امه وقال بي وبرأها من كل شيء. وقد يكون المعنى ايضا هون راح اطول عليكم حاختتم هون قد يكون المعنى ايضا بانه الله جعلها في اعلى المرتبه في الجنه. ليش نحن نقول هي سيده نساء العالمين وهي سيده نساء الجنه؟ فهون الحديث حاذكركم اياه حادثه بين حصلت ايام النبي. كان النبي عم يتكلم مع بنته فاطمه فكان بايامه بمرض الموت. فبنته فاطمه عليها السلام سمعت الكلام فبكت ثم ضحكت. فسالتها زوجه النبي عائشه قالت لها ليش انت ضحكتي بكيتي وبعدين ضحكتي؟ قالت لها اخبرني رسول الله بانه يموت فبكيت لها كان بمرضه. ثم اخبرني بانني سيده نساء اهل الجنه الا مريم ابنه عمران. لان هون افضل ستنا مريم على السيده فاطمه. فاذا هي بمقتضى النص القراني هي سيده نساء العالمين وهي ايضا بمقتضى الحديث النبوي هي سيده نساء الجنه. واختم هون الكلمه تاعتي. شكرا لاستماعكم. شكرا الكلمه للشيخ سهيل قوسان فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما صاحب البشارة والمبشر به سيدنا عيسى المسيح ابن مريم وعلى أمه المقدسة وعلى عباد الله أجمعين. السلام عليكم أيها الأخوة أيها الأحبة وباسم المحبة ورحمة الله وبركاته. بداية بذكر البشارة، البشارة بالحب والرحمة والعدالة. يسعدني أن أكون في هذا اللقاء الطيب لنحتفي معا ببشارة الله سبحانه وتعالى للإنسانية أجمع برسول المحبة رسول الرحمة وبالمبشرة به السيدة مريم عليه السلام الله. ونحن في هذا اليوم المبارك يوم البشارة التي اعتبر عيدا مشتركا لا بين المسلمين والمسيحيين فحسب، بل اعتبره أنا عيدا مشتركا للناس جميعا. وأن الذي دعا إليه أول من دعا إليه هو الله عندما قال لنا في القرآن الكريم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وقال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه دعوة من الله لنتخذ من كل هذه المناسبات عيدا مشتركا يجمع بني الإنسان
كلبًا الإنسان تحت لواء الله رب العالمين وخالق الكائنات أجمعين. تقدم أخي الأستاذ ناجي بالكلام وعنون كلمته بهذا العنوان: لبنان الرسالة. وأنا أثني على قوله وأقول: نعم، لبنان رسالة، بل العالم كله رسالة. ولكن لا معنى للوطن، أي وطن، ولا قيمة له إلا بإنسانه، ولا إنسان إلا بقيمه وفكره وعقيدته وأخلاقه. ومن هنا إذا أردنا للبنان بل للعالم أن يتحول إلى رسالة إنسانية حقيقية، لابد لنا من أسوة وقدوة صالحة نتعلم منها كيف نعيش القيم الإنسانية، نتعلم منها كيف نبني الإنسان لنبني الوطن. والقدوة اختارها لنا الله خالق الكون ورب العالمين، حيث اصطفى لنا الأنبياء والمرسلين والمقدسين، ومنهم السيدة مريم المقدسة وابنها عيسى المسيح روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. فكيف قدم لنا الله تعالى هذين النموذجين الكاملين؟ يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قدم لنا مريم أنها نموذج للطهر والنقاء والقداسة والطيبة والرحمة والحب والعنفوان. قدم لنا مريم أنها الإنسان التي نزهها الله وطهرها الله عن كل دنس وعن كل رجس على مستوى الفكر، فلا تفكر إلا بما هو طاهر ونقي، ولا يصدر عن عقلها وفكرها إلا ما هو طاهر ونقي، يطهر الكون من كل الأفكار المنحرفة والأفكار الشاذة والأفكار التي تدفع بالإنسان إلى الهاوية وإلى الحضيض. هي الإنسانة التي تضج بالقداسة على مستوى الروح، فلا تحمل في روحها إلا الحب والرحمة والنقاء والطهر والصفاء، لتنشر هذا الحب وهذا الطهر على الإنسان كله وعلى الحياة كلها، لينعم إنسان هذه الحياة بكل الطهر والنقاء، لينعكس ذلك علينا حباً ورحمةً وأماناً وسلام طالما افتقدناه في واقعنا المعاصر. وما أحوجنا لأن نعود إلى كنف مريم وكل المقدسين أمثالها لنقتبس من روحهم وفكرهم هذا القبس من الطهر والقداسة والنبل. واصطفاها ربها سبحانه وتعالى من بين نساء العالمين لتكون وعاء لطاهر مطهر لنبي مرسل يحمل إلى الإنسانية رسالة الحب ورسالة السلام وكلمة الله التي يهدى بها الإنسان إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه وظيفة مريم التي كلفها بها الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا اليوم وفي كل يوم من أيام حياتنا نريد أن نحتفي بمريم ونقدس مريم ونعظم شأنها ونعلي أمرها، فلا يمكن أن يكون لنا ذلك إلا إذا حذونا حذوها. فكما قال لها الله تعالى يا مريم اقنتي، فلابد لنا أن نقنت إلى الله
ونتوجه إليه بأيدي الضراعة أن يأخذ بأيدينا إلى كنف رحمته ويضعنا على خط عباده المرسلين وأنبيائه الذين أرسلوا إلينا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، فعلينا أن نكون الساجدين لله، الخاضعين لعظمته، الخاشعين لكبريائه وجبروته، كما كانت مريم التي نحتفي بها ونعظمها ونقدسها. لا معنى أن أعظم إنساناً وأقدس إنساناً ولا أعمل عمله ولا أتخلق بخلقه ولا أحتذي بسلوكه. كيف يكون لنا أن نقدم الاحترام والتقدير والتعظيم لمريم في يوم بشارتها ونحن نسير في خط مباين ومناقض لخطها ونهجها؟ فالله تعالى أمرها أن تكون قانتة، ساجدة، راكعة، مظهرة خضوعها وخشوعها لله. وخاطبنا الله تعالى في قرآنه المجيد بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكما أمر مريم أن تخشع لربها بقنوتها وركوعها وسجودها، وكان هذا سر عظمتها عند الله وسر ارتقائها حتى أضحت سيدة نساء العالمين، كذلك يمكننا لنا أن نرتقي إلى مصاف مريم وإلى مرتبة مريم ومكانة مريم إذا حذونا حذوها وعملنا بالتعاليم التي أمرها ربها أن تعمل بها في واقع حياتنا. ثم نأتي إلى بشارة مريم، إلى مناسبة هذه الندوة وهذا اليوم، حيث يقول: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. بشرها بهذه الكلمة، والكلمة ليست من جنس الحروف والألفاظ، وإنما هي مظهر من مظاهر قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا العظيم الذي بشر به الله سبحانه، ما هي صفته عند الله وفي كتاب الله وفي رسالتنا نحن المسلمين التي نعتز ونفتخر بهذا الإنسان العظيم؟ بل لا يكتمل إسلامنا وإيماننا ما لم نؤمن به وبمن سبقه من الأنبياء والمرسلين، إلى جانب إيماننا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يقول عنه الله سبحانه وتعالى: وجيها في الدنيا، كانت له الوجاهة والمكانة والاحترام لأي شيء كان وجيها في الدنيا. هل لمجرد أنه ابن مريم؟ هل لمجرد أن الله بشر به بهذه الطريقة؟ أو لما يمثله من دور رسالي وريادي على الأرض؟ لأن قيمة الإنسان إنما هي بما يمثل من قيم وأخلاقيات وسلوك وفكر يقدمه للإنسانية. فعندما أرسله الله واختاره الله واصطفى أمه لتكون وعاء لحمله، لا أي وعاء، وعاء طاهر مقدس مصطفى مختار بعناية فائقة، وجعل له الوجاهة ليكون مقدما على الجميع ليقتدى به. فلا معنى لوجاهة الوجيه ما لم نتبعه. اليوم كم من أشخاص
يعطون لأنفسهم أو يمنحهم الناس بعضاً من وجاهة اجتماعية أو مقام اجتماعي أو ما إلى ذلك، ولكن عندما ندرس سيرتهم وندرس طبيعة حياتهم ونتطلع إلى أفكارهم وإلى ما قدموه لا نجد شيئاً يعتنى به أو ذا قيمة يهتم به. لكن عندما نتحدث عن عيسى المسيح نبي الله رسول الله الذي أرسل إلى العالمين نجد أنه وجيهاً عند الله بماذا؟ بما يحمله من رسالة، وجيهاً في الدنيا لأنه نبياً هادياً مرشداً معلماً مربياً وراعياً صالحاً للأمة وللإنسانية وللبشرية كافة، ووجيهاً في الآخرة، وجيهاً في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، من المقربين لأنه أدى رسالته وأدى دوره وأتقن عمله كما ينبغي، فهذا درجة الوجاهة والقرب عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة كذلك. وجاء ليكلم الناس، وهنا الإعجاز يتجلى ثانية، حيث تجلى أولا عندما حملت به أمه بلا زواج وبلا علاقة زوجية وعلاقة جنسية كما هو المتعارف، فكانت ولادته إعجازا، وكذلك كانت رسالته خطابه لقاؤه الأول مع الناس إعجاز، بعد أن أتت به قومها تحمله وأرادوا أن ينالوا منها ومن شرفها وعفتها فامتنعت عن الكلام وأشارت إليه. وإلى هذا يشير الله سبحانه وتعالى بقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. كلم الناس، بما كلمهم؟ ماذا قال لهم عندما أشارت إليه بحسب ما أمرها الله أن لا تكلم أحد ولا ترد على أحد مهما وجهوا إليها من إساءات وإهانات؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فجاءهم الرد الصاعق، إني عبد الله. هذا مكمن عظمة عيسى المسيح، إني عبد الله. مهما على شأن الإنسان ومهما ارتقى في المقامات الدنيوية لا يدانيه شرف مثل شرف العبودية لله سبحانه. ولذلك نلاحظ أننا نحن المسلمين في صلواتنا عندما نتشهد في تشهد الصلاة ونذكر اسم محمد صلى الله عليه وآله ماذا نقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده أولا لأن عظمته تتجلى بعبوديته ثم برسالته. إني عبد الله آتاني الكتاب. عبد الله أولا ثم رسولا ثانيا ثم نبيا أحمل لكم كتابا ورسالة من عند الله سبحانه وتعالى. أكد على عبوديته أولا ليؤكد على بشريته، لأنه يعلم بما علمه الله وأعلمه الله أن بعض الناس قد ينحرفوا إذا ما رأوا بعض معجزاته وخوارقه التي سيقدمها دليلاً على صدق نبوته، فيغلو فيه ويرفعوه حتى يصلوه إلى مقام الربوبية والألوهية. فكان يؤكد على بشريته، وهذا
ما حذرنا منه الله سبحانه وتعالى عندما خاطب أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وكذلك عندما خاطب المسلمين على لسان محمد صلى الله عليه وآله حيث قال قل إنما أنا بشر مثلكم إنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. لماذا؟ لأن الناس عادة عندما يرون من إنسان ما بعض الخوارق والمعجزات قد يتطرف في نظرتهم إليه ويذهبون في طرق الغلو والتطرف في اعتقادهم حتى يرفعوه إلى مصاف الإله وإلى مصاف الرب. فعيسى عليه السلام أكد على عبوديته لله وبشريته وأنه عبد الله المرسل إلى الإنسانية ليأخذهم في طريق المحبة وطريق الرحمة وطريق العدل وطريق الإنسانية. وقد تقدم أخي أستاذ ناجي الكلام أننا نريد في عيد البشارة أن نقوم بمباراة لاختيار حلوى تناسب الأعياد المشتركة الإسلامية والمسيحية. أقول لأخي الأستاذ ناجي ولكل الحاضرين الحلوى موجودة وقد أهدانا إياها محمد أخو عيسى سلام الله عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه الحلوى قدمها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وهي ليست من صنف الحلويات التي نصنعها في بيوتنا ومصانعنا وأفراننا وما إلى ذلك، إنما هي حلوى الله التي قدمها لإنسان هذه الحياة، حيث قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وكلنا نعشق الجنة وكلنا نريد الجنة. ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وآله؟ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. السلام حلوى عيدنا وكل مناسباتنا، فلنفش السلام بذكرى السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بتسمحوا بتشكر بتشكر كلامكم. بدي احكيكم كلمة صغيرة عن العيد. اولا تعرفوا انه عيد البشارة ب 25 اذار وهذا هو العيد الوطني. السنة مساءب 25 اذار الجمعة العظيمة، وقت يكون هيك في هيك حالة الفاتيكان بيأجل العيد للتنين اللي بيلحق عيد الفصح، فالتنين الفصح فتأجل لأربعة ديسمبر. وبلبنان أعلن رئيس الوزراء تأجيل عيد البشارة لأربعة ديسمبر، تنين أربعة ديسمبر، عشان هيك ويوم معطل إذا بالإيوبي مذكرين، فيوم معطل صح. فالاحتفال تبعنا رح نعمله رح يكون بأربعة ديسمبر بمدرسة الجمهور للسنة العاشرة. وقبل بليلي في كونسير بمرمرون بالجميزي، كونسير مشترك بين طلاب الجمهور وطلاب المبرات وطلاب لوبام الموسيقى لوبام. هلأ بالنسبة للاحتفال بحد ذاته، الاحتفال هو كناية عن 15-20 مرحلة من أناشيد، من صلوات، من دعاءات، من شهادات من مسلمين ومسيحيين ودروز من جميع الطوائف. فهالاحتفال
بيكون بمشاهد صغيرة، ثلاث أربع دقايق، خمس دقايق، مش أكثر من هيك، بقى بياخد ساعة وربع، ساعة ونص عادة. وبدعيكم إنه فعلاً بتمنى إنه تحضروا هالاحتفال، لأنه بتحسوا في شيء مش تحضروا على التلفزيون، غير شيء رح ينبس على التلفزيونات، بس الحضور بتعيشوا شيء كتير مهم. هلا بآخر الاحتفال، وهذا بفتكر إنه أخذوا مقطع صغير، بآخر الاحتفال في شيء بنسميه دعاء المشترك، انكتب دعاء عند المسيحيين بيسموه صلاة، عند المسلمين بيسموه دعاء، لأنه الدعاء غير الصلاة اللي موجودة بالقرآن، ما في صلوات إلا الصلوات الخمسة اللي موجودة بالقرآن الكريم. فدعاء مشترك كاتبينه مسيحيين ومسلمين، وبيقروا مسيحيين ومسلمين، رجال دين من كل الطوائف. فبنخلص احتفالنا عادة بدعاء مشترك، وراح نشوف إحدى السنوات دعاء مشترك بآخر الاحتفال. وأتمنى يا ملاحظة لو تصل للمعنيين أن البشارة هي عند التبشير بولادة السيد المسيح عليه السلام الله، وهي سابقة على الجمعة العظيمة وعلى الفصح وعلى كل المناسبات الأخرى. فيحبذ لو يلفت نظر المعنيين إلى تقديم هذه المناسبة على كل المناسبات، مع كل الاحترام والتقدير للمناسبات جميعا المتعلقة بالسيد المسيح. الجمعة العظيمة لأجل ما حدث وما جرى من عذابات وآلام تعرض لها السيد المسيح عليه السلام. أخوتي، رح ننهي لقائنا مثل كل سنة بقراءة الدعاء المشترك كلنا سوا. رح أطلب من الجميع يوقفوا، ومن ممثلي الطوائف اللي رح يفوتوا بمشاركة متطوعين من فرح العطاء، رح نقرأ كلنا سوا الدعاء المشترك. تالله يحمي هالبلد، يحمي طوائفه، يحمي شعبه. في مطار بيروت، سفير بابوي، ممثل مفتي جمهوري، ممثل شيخ عقل الدروز، ممثل سيد علي فضل الله، إذا كل الطوائف مبدئيا 18 طائفة تقريبا ممثلين بهالدعاء المشترك. 17 مليون يهود. اجعل حبك أحب الأشياء إلينا،
خشيتك أعظم الأشياء لدينا. اللهم إننا برحمتك نستغيث، فأغثنا واصلح لنا شأننا كله وشأن حكامنا والقائمين على أمورنا وشأن وطننا وكل من سكن أرضه من مسلمين ومسيحيين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، نسألك كما اصطفيت العذراء مريم وفضلتها على نساء العالمين أن تصطفي لبنان لمسيحيه ومسلميه وتجعله رسالة إلى كل بلاد العالم، وأن تطهر قلوب اللبنانيين من الأحقاد وتنصرهم على أنفسهم وعلى مصالحهم الشخصية حتى لا يروا بعد ذلك إلا مصلحة بلدهم الواحد بجميع أبنائه ومواطنيه. اللهم إننا نسألك أن تعيد أيام هذا العيد المبارك على المسيحيين والمسلمين في لبنان وجميع أنحاء العالم. إنك يا إلهنا سميع مجيب. اللهم آمين. كل عيد بشارة وانتو خير، كل عيد بشارة مسلمي ومسيحي لبنان بألف خير. إذا حدا عنده سؤال بفتكر بنقدر نخصص دقيقتين كده. إذا في حدا عنده سؤال نحن مستعدين. أنا مش سؤال بس تمني، إذا المحاضرة اليوم خاصة مع احترام لكل طبعاً بناء على كل التلفزيونات، إذا في عندها أصلاً فارس خدرة مباشرة لأنه فرح عطاء كل سنة عم تنجح. بس تمني إذا كان المحاضرة فيها تنقل على كل تلفزيونات لبنان سوا مثل ما عم تعمل فرح العطاء اللي هي عم تقدر تجمع كل سنة والصلاة الموحد كل تلفزيونات لبنان. وبدي اتشكركم وخاصة بزيادة فضيلة الشيخ لأنه سمعنا أشياء بفتكر الجيل الجديد اليوم في كتير حضور يمكن ما بعرف السبب بحاجة إنه يسمع رجال دين تدعي للمحبة تدعي للسلام بتوحد الصف، لأنه هالأيام عم نعرف مع الأسف في كتير رجال دين عم بيزرعوا الاستنفار وال يعني القلق بنفوس هالشباب وعم بيخلوها تبعد عن الدين اكثر. بس هيك لا في ست تلفزيونات رح تنقل مباشره الاحتفال، ولكن في غيرها بتفضل نقل الخبر البشع عن خبر المحبه للاسف. حدا عنده سؤال بس نحن بركي نعمل مشكلة على الاحتفال. بركي بيهجموا كل التلفزيونات بنقلوه مباشرة. ايه صح صح. طيب شكرا لحضوركم وكل سنة وأنتم بألف خير. شكرا.